وكل الأوفياء. أخر البث اليوم داري نطلع عليكم على 11:50 دقيقة، اليوم طلينا عليكم على 12:30، هذا الوقت اللي راح يكون إن شاء الله دائما الوقت اللي بث برنامج ألو شاف. لماذا؟ لأنه طلبتوا بكثرة من يعني في التعليقات تاعكم في الصفحة الرسمية لقناة شروق، قلتوا غيروا لنا الوقت تاع ألو شاف لأنه ما نش نلحقوا عليه وما راناش نشوفوه وما راناش نوضوا بكري، فقررت الإدارة أنه تغير الوقت تاعو، راح نطلع عليكم يوميا حتى يوم الجمعة على 12:30. اكيد يوم الجمعه دائما يختلف، لماذا؟ لانه كاين صلاه الجمعه لازم نحترموا الوقت تاعها فيكون متقدم بشويه، اما باقي الايام راح يكون دائما على 12:30 نطلع عليكم ببرنامجكم الرائع على الشيف، اكيد ونعطيكم اشهى واروع وابن وصفات اللي تحقوهم في الشهر الكريم. كنت حضرت مع ناديه وحضرت مع الشيف نديم وما كاش كيفاش نجوزوا البرنامج ونجوزوا الشهر الكريم ونشوفوش كذلك لمسات الشيف كريمه ام فارس علي. مرحبا بك، واش راكي؟ واش راكي؟ لاباس؟ راكي مليحه؟ الحمد لله وانت؟ الحمد لله. مرحبا بك بعد العطله. بعد واش من عطله؟ خلي الاخر. واش راكي؟ الحمد لله. كما قالوا في الفيسبوك سميه كل عام تقول هذا العام نصوم في داري، ومن بعد يعيطوا لك الاداره عاودي ولي اكيد في خدمه الجمهور نكونوا دائما حاضرين. يلا قبل ما نعرفوا الوصفات اللي جابتهم لكم الشيف كريمه، روحوا رحبوا بالممولين، وانا دائما نقولها ونعاودها ونكررها انه كثره الممولين في البرنامج دليل على نجاح هذا البرنامج. ان شاء الله كذلك نكونوا في المرتبه الاولى للهلال التلفزيون اللي خديناه العام اللي فات بمناسبه شهر رمضان، هذا العام ان شاء الله ثاني احنا نكونوا من الفائزين، وكما قلت لكم دليل على نجاح البرنامج الممولين. يلا نبدا بكوتكس، حاضر معنا كممول للبرنامج، كذلك العصير رامي حاضر معنا بتشكيله مختلفه للعصائر يعني العديد من الادواق اللي منتوجات رامي، كذلك شوكولا باتيسي اللي حاضره معنا بالعديد من الادواق، شوكولا بيضاء سوداء بالحليب راح تتمتعوا بهم واكيد راح نعطيكم العديد من الوصفات بهم. طون فرانسيسكو، طون هذا اللي فيه بالطماطم، فيه بالزيت، فيه الحار، فيه المشيحار، من اروع الطونات الموجوده في الاسواق طون فرانسيسكو. سوسيمي اللي دائما حاضر معاكم بكسكس سوسيمي، واللي دائما يقدم لكم كما نقولوا يجي وما يجيش يديه فارغين، يقدم لكم ثمن عمرات مشاهدينا في انتظاركم اللي يقدمها لكم هذا المنتوج سوسيمي. واش ديروا؟ طيبوا به السفات تاعكم باش تصحروا، روحوا ديروه في صوروه وبعتوه لهم في لاباج تاعهم، واكيد راح يكون السحب قلنا لكم ثمان عمرات ان شاء الله تكون من نصيب كل واحد، ويا رب ان شاء الله يكتب لكل واحد فينا زياره بيت الله الحرام ان شاء الله. اكيد كذلك كاين مكعبات لالا، مكعبات المرق لالا اللي دائما نستعملوهم في الطبخ ديالنا والكوزينه تاع الو شيف، ما تستغناش على كذلك الممول ديالنا اللي دائما حاضر معنا طيله الموسم، مارغا مارغارين ماني بمارغارين اللي نستعملوها في الطبخ والحلويات. كذلك تشكيله ولا قفيفه فيها العديد من المنتوجات لمنتوجات سيفيتال اللي انا نتمتع كي نجي هنا نتمتع، نقول عندهم جيلاه يبارك، عندهم مدينه، عندهم السكر، مايونيز، الزيت، الكونفيتور، يعني هذا سليله هكا ندوها ديراكتومون، نورمالمون هذه هي الهديه اللي نقدموها لكم مشاهدينا، فيها كل خير ان شاء الله يكون في ديوركم يا رب. ديكور رائع والكوزينه الرائعه هذه، وهذا الديكور اللي كل خطره نقول واقيلا نزيد هذا نديه لداري، واقيلا ندير هذا، واقيلا ندير شي، ما شاء الله نحبوا الديكور. اكيد كذلك من هوم انديو هذا الديكور الرائع اللي قلنا تلقاو المحلات تاعهم كاين في وهران، كاين في جزائر العاصمه على ما اظن، كاين في عنبه، كاين في الولايات الكبرى، عندهم اشياء رائعه. وكذلك المنتوج ديالنا تومسون، تومسون وشنايدر، هاد العلامه اللي راهي دايره حاله اللي راهي يعني ناجحه في الاسواق الجزائريه، هاد تومسون راهو معنا كممول للبرنامج، وكذلك يهدي لكم مشاهدينا الكرام يهدي لكم هاد لي غوبو. كنا البارح مدينا البلاندر، اليوم راح نمد هاد، نمدو الميكسر ملتي فونكسيون هذا، يلا هذا اليوم نشوفوا شكون اللي تفوز به في الاخير. نعاود نذكر انه هذه الهدايا في ثلاثه، كل يوم نمدوا واحد من المتصلات، نخير واحده من المتصلات اللي تفوز به، ونخير كذلك واحده اللي تفوز بقسيمه شراء للواحه اللي فيها مليون 10,000 دينار جزائري مهدات لكم مشاهدينا الكرام. والخاتم الرائع، شتي لي خاتم هذا؟ انا وناديه عشقنا فيه.
بزاف. شتي شحال هايل، زوج قلوبه. دوك نسقسي لي يقدروا يكتبوا اسمك انك اكتبوا لي معاكم انا نشريو لك. هذا الخاتم تهديه لكم عفوا مشاهدينا في الريال شوب. هذا الخاتم كما قلنا اسبوعيا، يعني كل اسبوع نهايه اسبوع نديروا السحب ونشوفوا شكون الفائزه. يعني اليوم ان شاء الله راح تفوزوا بهذا الخاتم. يعني كل سبت كاين خاتم، وباقي الايام كاين هاد لو باك اللي راهو محطوط هنا، كاين الحديد، كاين روبو، كاين لو بغا، كاين الاشوار، كاين سيشوار. كل خطره نمدوا هديه تقدمها لكم في ريال شوب. هاد الهدايا منين ندوهم؟ ندو من الصفحه الرسميه لقناه الشروق، دوك نذكركم بها، على الفيسبوك. تما نخير فائزه اللي تدي هاد الهدايا، يعني اللي راح تفوز بالخاتم دوكا دخلوا لاباج تاع الشروق اوفيسيال، الشروق اللي فيها العالم الزرقاء اللي دائما نوريها لكم، ثم تلقاو ولا خلوا تعليقات ولا خلوا الاجابات تاعكم على السؤال. فيما بعد يعني راح نديروا السحب في الاخير ونشوفوا شكون اللي تفوز بهذا الخاتم الرائع ان شاء الله. هادو هما كامل ممولين كوتكس، كذلك حاضر معنا كوتكس ما نستغناوش عليه في المطبخ وما نستغناوش عليه في حياتنا اليوميه. يلا نجي لك. خلاص معليش نشرب يجوز. خلاص في اللو زوري قالوا لي يجوز ولا حرج في ذلك. البارح شوفوا ماني ماني نجوع، ما ولاني غير نعطش. ما تقولش بزاف باسكو نهضر بزاف. لا يبارك لي سبونسور هما مع رمضان انا كرايت الفتلي شتي، ولي سبونسور لازم كاع تعطي لهم حقهم ولازم كامل نرحبوا بهم. اكيد صح، كاين تنوع هذا الخطا، كاين حوايج شابين الحمد لله. سورتو تاع الماء الحنايا شتي شتي ندو هذا الفيل انا وياك. ها هي يجي ديكور انا اللي قدامه معليش نرضى غير بها. رحتي زعما ما خبيش أنا بدوري كذلك نرحب بجمهورنا الكريم، نقول لهم إن شاء الله تدوزوا أوقات ممتعة معنا بوصفات رمضانية. كما نقولوا لما لا درناها في هذا الوقت باش أنتم تدخلوا ديريكت وتسيوها في بيوتكم، وأكيد ربي يرزق الجميع. اليوم وصفات كذلك جد سهلة نقدروا نديروها في ديارنا، حاجة خفيفة يعني في آخر دقيقة ديروا حوايج شابين. استعملنا أحيانا نلقاو لاباتافيلو، لاباتافيلو متواجدة، عجينة مورقة متواجدة. باتافيلو نقولوها روحوا غير للحاجة حلوة ولا نديروا بها بقلاوة ولا تشيز كيك. اليوم راح نديروا بها حاجة مالحة، راح نديروا مملحات بلا باتافيلو، وراح نشوفوا أكيد بك طريقة استعمالها لأنه دي فوا تنشف بالخف. راح نستعملوا بها اليوم دجاج، حنفرسوها بالدجاج والفرماج. وراح نديروا طبق كتكملة، بزاف اللي قالوا لي على التحضيرات اللي كنا درناها آخر يوم من رمضان. كنا درنا واحد الخمس أنواع تاع يعني مقدار قليل من البولي، درنا به لي كويس فارسي، درنا به لي بولات اللي نسحقوهم، درنا به كذلك لي غولي هادو مصغر. اليوم جبنا طيبوهم بمريقه، راح نستعملوهم بنوعين قلت لكم. بعد نجبدوهم يا اما نديروهم في الزبده مع زعتر والثوم وكامل، يا اما نديروهم في لاشابلو ونديروهم اون بتيت صوص. اليوم راح يكون هذا الطبق باذن الله. واكيد راح نديروا عصير صحي، راح نديروا مخيطو تاع الفراز، فراز راهو وقته. نستعملوه لما لا فلي طاخت ونديروا منه ان جو. هنستعملوه بطريقه كذلك جد بسيطه، مكونات موجوده في البيت. هنديروا مع القارص النعناع ويجي عصير بزاف هايل. راني كنت معك. راني انا التحقت انا كملني رمضان. دونك الحين نبداو بالصلصه تاع نديروا صلصه خفيفه للغولي تاعنا. قلت لكم استعملنا فيه للتذكير بق حاجه بسيطه، درنا بولي اشي، استعملنا فيه شويه تاع القارص، استعملنا جمار تاع لا شابلور، جمار تاع البصل. كنا درنا كذلك حبه تاع البيض، الاخرين ما درنا لهمش، هذه درناها قلنا باسكو جوزناه يعني طيبناه هكاك وخبيناه. جبدناه بعد ما جبدتو يدي كونجلا برك شويه. كاين اللي جوزتو كيما راكم تشوفوا في الفارين، ومن بعد درت لنا في البيض مع قرصه ملح، ومن بعد درناه في لاشابلوغ. والثاني راح نطيبوهم مع بعض بطريقه ثانيه، في زوج راح نقطعوهم ونرافقوهم بصلصه. للصلصه تقدروا ديروا اي قطعه دجاج، مام الى زعما دي صوصيتو يعني البلون واستعملتوه، وديروا في هذا في المرقه. حنستعملوا حبه تاع البصل، القليل من الدجاج، راح نستعملوا حبه زروديه تحبوا كذلك تزيدوا انتم يا اما زيتون يا اما حميصه. راح نستعمل شويه فلفل الكحل، الملح والقرفه باش نديروا الصلصه البيضاء تاعنا. نستعملوا بغير فافارينا باش نخطروا لاصوص تاعنا. انا كنت استعملته في ثاني يوم جد خفيف، يعني كنت تبعت الوصفه كريمه درته ثاني يوم نتكل وجب زف خفيف وهايل رائع. الناس اللي ما داروش يلا يقولوا لي كاين اتصال، استقبل اول اتصال. الو 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 مساء النور. مساء النور
يا اخت سمية. الحمد لله، وانتي وش راكي؟ الو، راني نسمع فيك. مرحبا. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. نقصي برك تلفزيون، سمعني من التليفون. هاو منقص، هاو منقص، راني بعيد عليه. مرحبا بك، شكون معايا؟ دليلة من برج بوعريريج. دليلة من برج بوعريريج، مرحبا بك دليلة. يسلك سمية، واش راكي؟ مانيش مالة بلي حكمتكم. حبيبتي مرحبا بك، مرحبا. يسلك، واش راكي الأخت سمية لاباس؟ الحمد لله، واش راكي أنتيا؟ كيفاش مع رمضان؟ الآن لاباس الحمد لله، صحة رمضانكم. الله يسلمك، صحة رمضانك أنتي تاني، كاش طيابات، كاش؟ ديما هكا الشربة، السلاطة، الملحل، طاجين الزيتون. وبديتي تحصلي، بديتي تحصلي في الدوزيام بلا، واش ديري ولا ما عندكش؟ شوية ساعة ساعة نحصلوا في الدوزيام، صح؟ خلاص كي تحصلوا لازم تبعوا الو شيف. وي وي وي، لازم هذيك هي الو شيف. لا تعطينا أفكار بزاف بزاف، سورتو مع الشيف محمد علي. أم فارس. ستي فارس. زدتي لها محمد وقيلا وجاي في الطريق. لا 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 ما ظنيتش. المهم حبيبتي كش ما تطلبي منها؟ كش ما تحبي وصفه؟ تكفلنا باك لي سالي، باك هذا ما كان، هذا باش نقدر ناكلو في لي سالي. شوفي اليوم كاين واحد لي سالي بزاف بنان. باقي لا راح نشوف، راني شوفي مقارن الشين ورا هذيك السليوه. صبري نوريلك، اقعدي تشوفي معايا. كي تشوفي في التلفزيون ولا لا؟ لا مانيش نشوف، انا مني بسكوتي. اما لا روحي شوفي دوكا كي تكوفي من عندي، دوك كي تكوفي من عندي نعاود نوريلك واحد لي صالي اليوم. راهي هذيك القرناشه تاع هكا شوفي ما روعه، يهبل. شتي شحال شابين؟ شوفي في السنيوه شابين، شوفي محشين. الله الله، هادو اليوم تشوفوا الوصفه تاعهم. وي هيا ديريهم اليوم مالا ان شاء الله ديريهم بلا باتاتيلو يا اخي. بلا باتاتيلو جاي مقرمشين خفاف هايلين، ان شاء الله تجربيهم. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. يلا قولي لي كاين سؤال، وهذا السؤال اللي من خلاله تقدروا تربحوا هدايا. سؤال تاع اليوم واش يقول؟ وشنو هو المكون اللي تقل لنا المرقه؟ كي تجينا خفيفه نديروا واحد المكون باش يتقل لنا المرقه. اسكو الفارينه ولا لا كريم فريش ولا الحليب؟ الو الو دليله. انا مانيش. كي تجيك المرقه خفيفه دليله، كي تجيك المرقه خفيفه تزيدي لها الفارينه باش تتقال، ولا تزيدي لها لا كريم فريش، ولا تزيدي لها الحليب؟ نورمالمون نزيدي لها سواء الفارينه سواء لا كريم فريش باش تتقال شويه. برافو، كان بياج لك، راكي جاوبتي عليه. الفارينه ولا كريم فريش يتقلو. حنا دائما نديروا الخير في رمضان، نمدوا الاسئله ساهلين. يلا حنكتب اسمك دليله. ميرسي بوكو. شكرا حبيبتي، شكرا. صحه فطوركم. الله يسلمك، صحه فطورك انت ثاني. صحه سلامه. دليله من برج بوعريرج. اني نتعذب قدما راكم تتعذبوا انتوما في التلفاز وانتوما تشاهدوا في هذا المملحات الرائعه. ماشي كيما قدي انا اللي نشوف فيهم هكا وتشموهم وفيهم ريحه الزبده. صح ريحه الزبده، درتي بالزبده؟ شتو باللي نشم مليح. وحكوا لي على هذاك الاحمرار، وحكوا لي على ذاك الجلجلان اللي راهم مدردر من الفوق. هذو نقدر نخرج عليهم شعر مشاهدينا الكرام. وحقه فلاري جيت ديجا راهم يبكوا. ما نحكيلكمش على الريحه مشاهدينا راهي تطلع. انا نورمالمون نصوم نص نهار نص نهار للسقام. انا وزهره كي نخدم تلحقي 15 يوم هذيك هي. والله غير هايلين. هادو درتي واحد اخرين؟ انا حنديرهم دوك، انا نديرو في لافاكس باش نزيد سنيوه ثاني. مبيوعين هادو الخاوه، هادو مبيوعين. بالك كل واحد يحط صباعو. الفايده مور الفطور نقول لكم الى بنان كيما راني نشم ولا عم باينين هكا هذوك متشخشخين. لا بنان ما تخافيش. لا لا نديرهم في الصاك غير ما تخميش. يلا اول اسم حطيته هنا نمسحه يعني فقط، لكن دائما نقولوا انه الجود في الموجود. كل واحد واش عنده، كل واحد واش يقدر يدير، كل واحد وميزانيته، كل واحد
ومقدوره. يعني هذا الشهر نعرفوا باللي الحمد لله انه يجيب خير وكامل، لكن يبقى كل واحد وظروفه. كاين اللي عنده ربما مرض، كاين اللي عنده ماهوش خدام. ربي ان شاء الله يفتح عليكم كل بيبان الخير يا رب. حنا اكيد نشاهوكم، لكن في وقت في نفس الوقت نتكاكاو مع رواحنا نقولوا لا لا، كل واحد وظروفه. انا شخصيا والله يعني على الانستغرام نحيت، قلت هذا رمضان ما نحط حتى ماكله وما نحط حتى طابله وتكون قانيه من الطرف للطرف، ما نحطهاش لانه كاين ناس تشهر، اخر مره كاين ناس تتوهم. مارغريت ما قال ما يكون عندهم محتوى، يعني حطوا طبخوا وصفات ولا غير تحطيهم شهاد. صح صح، ما كاش كيفاش تحطيهم سورتو على وش صاري في غزه. صح، حطيهم وخايفه ومن بعد ما تحطيش ما لاش كيما كنا كاع. شوفي والله على بالي بالحال الاغلبيه راهم هكا. صح، حتى وغزه بصح كيما نقولوا ميم هنا كاينين كيما نقولوا كاين حالات اللي كراف كيما نقولوا. كاين حتى شباب وحدهم، البارح قلت لهم كاين ديجر راهم وحدهم، كاين راهو في العسكر، راهو في لابوليس، راهو بدا تلقاي كل واحد وظروفه. ربي يقدر كل واحد. نرجع لك كريمه، قولي لي واش راكي ديري. المرقه تاعنا كنت درت مغرفه تاع السمن، استعملت سمن مدينه اكيد، درت شويه تاع الزيت، قليت اللحم تاعنا بليتو الدجاج تاعنا باش نحصل على مرق بنين. درت حبه تاع بصل متوسط الحجم، شويه توم بودر اذا حبيتوا ديروا، ولا سنه تاع توم، ملح فلفل الكحل وعود تاع القرفه. راح نحركوا كلش مع بعض، بعدها كي تحرك كل شيء بيان راح نزيد مغرفه تاع فارينه. نحي الكوتكس ونغطي شويه، نزيد مغرفه تاع فارينه نقليها بيان باش نمرق، باش تحصلوا على ذاك المرقه الخاطره تاعنا. هنا اخترت نزيد انا حبيبه تاع زعوديه، وانتم تقدروا ديروا شويه زيتون تكونوا درتوه في الماء سخون وشويه تاع السكر، ولا تقدروا ديروا شويه تاع الحميصه. هنا باش نرافقوا يعني عندكم الاختيار، المهم ديروا مرقه بيضه بنينه. ومن ثم نقلي في الدجاج هنايا اطراف، عندي نص صدر دجاج، درت له مغرفه تاع الزبده، درت هنا مارغارين ماني ومع شويه تاع الزيت نقلي، ومن بعد نزيد حبه تاع بصل مقطعه مربعات هكا باش يقعد لنا باين شويه يعني يذبل، باش نكملوا هذا راح نستعملوه للمملحات تاعنا. يلا ديروا، نحطوا الوصفه على الشاشه فيلا زوري، حطوا لنا الوصفه على الشاشه ان امكن هكذا باش يقدروا المشاهدين يشوفوا معنا الوصفه ويشوفوا طريقه التحضير اللي راهي تقوم بها كريمه. برك وراهي لا فارين، لقيتي فارينه هاي قدامك، مو مولين كاع موراك تسلسيني راني حندور وراهي. يلا الوصفه راهي على الشاشه مشاهدينا، تقدروا تصوروها وتشوفوا كذلك طريقه التحضير ديالها. ولا كفانا الوقت نديروا هذيك اللعبه تاع الطبق والوصفه مع بعضهم. مليحه هذيك، هايله يا اخي. صح بعد تحتفظي بها ديريكتومون. يلا هنا نضرب طلع البث المباشر. لقيتي فارينه سي بون؟ لقيتها، راح ندير ملعقه دوكا ونحركها مع ليتو مع البصل وكامل بعد ما تقلى ومن بعد نمرقوا. دونك راح ندير حوالي ملعقه صغيره. نحب هذه الطريقه لان تتقلى مليح. تتقلى مليح باش ما يقعدش من بعد البوت تاعها تجي محمصه هذيك الزبده. بعدها نبدا نزيد في الماء شويه ونخلي المريقه على نار متوسطه طيب. هنا اخترت قلت لكم حبه زروديه فقط، نزيد ونحرك حتى تحل لنا هذيك الفارينه. يعني جو بريفير ثاني هذه الخطوه خير من انك تزيديها ومن بعد انا تحمص تعطيك بنا خير المرقه تاعنا. دونك فوالا، ونضمنوا ثاني انه المرقه البيضاء نحبوها تجي ثقيله شويه ثقيله، نضمنوها انها تجي ثقيله. فوالا، ما تمرقوش بزاف باش يجيكم المرق بنين تاعكم. راح نغطي نخليها على نار متوسطه، نزيد الجزر تاعنا دوك شويه خير برك كي تغلي. هنا اسيفو دوك نخرطو هادو خير بيان. راكم تشوفوا في المرقه هادو ديجا كانت الناس اللي تبعوا الو شافوا الاوفياء راهم على بالهم يعني بالتحضيرات اللي دارتهم مسبقا تاع هادوك لي غولي اخر يوم. اخر يوم تاع لي غولي. يلا نقطعوا كلامنا، اكيد يرفع على مسامعنا اذان صلاه الظهر. مشاهدينا الكرام ننصت الى صوت الحق ثم نعود. صيامكم وقيامكم وكل الاعمال اللي تقوموا بها واعمال خير اكيد في هذا الشهر الكريم. متواصلين معكم دائما في برنامجكم الو شيف بالعديد من الوصفات الرائعه اللي تقدمها لكم اليوم الشيف ام فارس علي. انا نقول لكم الريحه انا نتعدوا ما بشكاش كل دعا ليا قال لي روحي كل رمضان راكي مجرجره. ده هو شابه بصح والله كيقول خلاص انا قاعده في داري دوك نطيب الخضره. احنا نقولوا لك وين راكي؟ جيتي عرضي عرضي.
صح صح جمهورك كما لا لا بس انا نحاول غير شكون اللي يعرضني تاع نعيط كاع الناس الو واش راكم صافا لاباس فكروني بالك ارواحي مرحبا بك الله يغلب عليك عندها جوج كثر خيرها مسكينه دارتنا كل خير تحياتنا ليها عشتي ما شاء الله ربي يحفظها لك ان شاء الله ان شاء الله ربي يحفظها تحيه ليها ان شاء الله يلا رجع للكريمه لانه في الفاصل اكيد على بالكم مع الوقت ضيق وكامل في الفاصل كملت طيابها وراح تعاود تقول لكم واش دارت الملاحات تاع اليوم درناهم بالدجاج صافي ديت نص درجاج قليته في شويه زيت ومغرفه تاع مارغارين ماني قليته بيان زدت حبه بصل اللي كنت قطعتها ما ترحوهاش باش ما تلقش الماء قطعتها ولا ديروها جوانح باسكو دوك كي تقلى تجي بنينه زدت درنا التوابل تاعنا درت ملح فلفل الكحل درت شويه تاع زنجبيل وشويه تاع توابل الدجاج على راس برك باش يعني خلوا الطعم تاع البولي باين مع البصل كي يتكرمل قليتهم مليح دوكا قبل ما نطفي عليهم شوفوا تقليه شوفوا تقليه باش يجي بنين لداخل ايه يوسف الا قدرت تعطي قلبي له شويه المقله قلبي شويه فوالا شوفوا التقليه كيفاش راهي شو اللون تاع البصل وتاع الدجاج كيفاش ولا هذا هو السر تاع باش نعطيك حاجه بنينه دوكا قبل ما نطفي بدقيقه برك ندير الجبن كيما هنا استعمل الجبن عادي مو ثلاثات اللي عندكم ثلاث قطع ولا واش راح ندير راح نذوبهم دوكا راح نطفي على الحشو تاعنا نخليه يذوب وقبل ما بعد ما طفي درت هذا الفرماج نزيد شويه تاع معدنوس فوالا ونزيد هنا اخترت ندير زيتون كحل مقطع تقدروا ديروا زيتون خضر لكن هذا يمد بنا اكثر راح يكون هذا هو الحشو تاعنا لداخل تجي مملحة تاعكم بنينه بهذا الحشو شوفوا ديجا كي درنا الفرماج سمتم يذوب مع المعدنوس ديجا حيعطيكم الكو كريمي لداخل بلا ما نزيدوا جبن مبشور فوالا نطفي عليه نخليه يبرد باش نستعملوه في العجينه الفيلو تاع اليوم ومام طون دايره زوج مغارف تاع الزبده ذوبتهم نخليهم شويه يبردوا راح نستعملهم في التوريق تاع الباتا فيلو تاعنا اليوم اه يا قلبي قلبك وتاك اه يا قلبي سلامت قلبك اه واحد الريح شكل اتصال يا اخي لا واش من اتصال خليني نتاع الزبده نزيدو شتي معايا الزبده اوه كريمه واش درتي فينا اليوم روحوا نستقبلوا الاتصال مشاهدينا وقلوبنا كلها مع المقلات اللي راهي فوق الفرنو راح نطلع اليوم راح نجي نو ديروا لي بلاصه ليك يلا نستقبل الاتصال الو 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 السلام عليكم وعليكم السلام مساء النور مساء الخير واش راكم لاباس ارفعي لي شويه صوتك مانيش نسمع فيك واش راكم بخير الحمد لله وانت واش راكي لاباس الحمد لله الحمد لله شكون معانا أم أمين أم أمين منين؟ من العاصمة أم أمين راهو غالبك رمضان ولا مزعفينك أم أمين إيه أم أمين راهو مزعفينك ولا راهو غالبك رمضان ولا لا عادي عادي كسائر الأيام نعم كما دايما هاكي عيانة؟ شوية 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 هاي معليش مرحبا بك أم أمين الله يسلمك قولي لك شنو تحبي وصفة نقدموها لك في البرنامج؟ والله راه كنت ندير كلش عجبني هذا الكغاتا المملحه تاع اليوم حبيتي المملحه تاع اليوم يلا درت لهم الحشو تاعهم شفتيه الحشو ولا نعاودو شفتهم وكنت تشكري فيها شهيتينا نعم قلت لك شهيتينا يا ودي انا راني نتعذب انتوما امو تشهيت وانا راني نشم في الريحه وراني نتعذب ما قدرتش الله يكون معك ان شاء الله يا رب يكون معكم انتوما كذلك شهيناكم في الجنه مملحات سهلين دوك تشوف فيهم تقدري تشري لاباتا فيلو ولا عندك في الدار تقدري تحضريهم تمتم ان شاء الله ان شاء الله هذه اسهل ما يكون ان شاء الله يا رب يلا الله. قولي لي الاجابه على السؤال شاركي في المسابقه اكيد نعم وشنو هي الاجابه على السؤال؟ الفارينه 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 كذلك هي تخثر المرقه صح وعندنا اسمها كخان فخاش ولا كخان فخاش في زوج يخطروا ام ايمن قلتي لي يا اخي أم أمين أم أمين أم أمين الجزائر العاصمة يلا هاني كتبت اسمك أم أمين شكرا شكرا لك يعطيك الصحة صحة مع السلامة شكرا صحة فطورك أنت ثاني أقدم من الوصفات يسلمك شكرا أم أمين حسيتها شغل زعفانة ولا هذوك تاع اللي زعما تهضر معاها أه أه هيك فهمتوني
زعما دوك اللي خلاص حتى الممساكن يعياو. والله يا حليل المراه، والله المراه دائما شوفوا الحاجه اللي داروها ناس زمان نورمالمون ندوا منها العبره. حرجع لكم ملاحظ فقط، هذه شغل تذكيره. بكري كانوا في رمضان، يعني حتى الان كاين بزاف اللي راهم يديروها ملح اليد، يعني لما تطيب طيله شهر، شوفوا تطيب وتغسل الماعين، كاين نساء وحدهم وكاين بنات وحدهم، كاين اللي ما عندهاش البنات عندها غير دراري، تطيب وتغسل وتنقي الدار وتزيد تخمم وشحة تطيب وتزيد تصحرهم. فان شاء الله يا رب يكون معاك وربي يقدرك، وان شاء الله حسنات مضاعفه، لانه افطار الصائم فيها اجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فوالله ما يسهله، والله ما يسهله، ربي يكون في عون كل امراه. نقولوا احنا زعما غير المراه العامله تعيا، هي حتى اللي قاعده في الدوله غير تعيا اكثر، ولازم تكون يعني تكون بيان مورال وتلحق كما يقولوا هذاك لاتاي تضحك بزاف امور. صح والله. يلا انا نشوفوا مع هنا لاباتافيلو تاعنا دائما غطوها كما هاني استعمل تمتم نحيت، لكن نتوما دائما دو بريفيرونس غطوها بطريش تكون نقيه انها بزاف بزاف حساسه. واش درت؟ جبت سنيوه ولا بيراكس اللي حيدخل الفوق، دهنته هو الاول بالزبده، وراح ندير طبقات، حندير 8 9 طبقات، سا ديبون انتم واش راكم حابين، لانه التوريق تاعها مش عاد تعجن ولا بالعكس تجي مورقه، سا ديبون كذلك لا كونتيتي اللي شريتوها. دونك راح يديروكم من 8 ل 10، لا كونتيتي كاين تاع 250 كاين تاع 400 الا داروا حاجه صغيره. لا كونتيتي رمضان ينصح لا كونتيتي باسكو دي فوا نشروغي باكي صغير. كي تجي كبيره صافي تجي مليحه ولا وشنو؟ اكيد التورق كنت تورق مليح. روحي من 8 ل 10 ورقات لتحت و 10 ورقات الفوق، تجيك شابه في الشكل، تورق شابه سورتو الفوق. دونك هنا تستعملوا من 8 حتى ل 10 ورقات. هنايا وشك شك يعني طبقه درتها اني دهن فيها بالزبده اللي كانت دايبه، خلوها تبرد شويه واستعملوها. ما يجوش ميدمين هكا الداخل؟ لا لا بالعكس يتورقوا باسكو هي ناشفه. لو كان ما ديرلهاش هذه الخطوه ما تعطيكش شويه هشاشه بصح بالبنه، تروح لقاها تفتات. صافي لازم دير لها سمن ولا دير لها زبده باش الزبده غالبه هنايا. شي كيما لاباط بات باغيكزوم عجينه المورقه. فيها نسبة دهن في العجينة، فيها عجينة التوريق زبدة التوريق. صح هذه لا لا ناشفة، فيهاش بزاف ناشفة تنشف بالخف. كي ديري لها تساعديها في التوريق وتعطيك بنة يشربوا ولا طبقات هذيك الزبدة. خير راكم تشاهدوا الطريقة مع شيف كريمة زوري. قولي لي كاين اتصال مازال شوية؟ يلا فيما بعد رايحين ناخذوا اتصال، رانا نشوفوا في الطريقة. نعاودوا نذكروا هنا هذا البولي، قلينا البصل، قلينا المكعب، يعني عاودت وليت له يا روحي حبه بصل اللي راح يخلص نهاري على هذا الحشو. شوفوا لي كيفاش هو يتعلق، شوف شوفوا وين نخدمش كوزينه في رمضان. كيفاش كيديري الهضره راحت فين؟ كيفاش كيديري في رمضان؟ طيبت ليامه الوالا لي 3 جوغ الوالا، طيبت يا 4 جوغ الوالا قبل ما نخدم. ايه تقلب المقله قبل ما يوسف راه يتعذب ثاني. يوسف على بالي انت ثاني، تعال شوف 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 هذيك الفرامج هذو كيفاش راهم. هما اساس الحشو اللي يديروا باغ اكزومبل في اي مملحات لازم يقلوهم برك مليح، يعطوهم وقت في التقليه، يزيدوا هذيك النكهه تاع شويه زبده ولا شويه سمن واش عندهم في الدار باش يجيهم لداخل. سواء داروها بالعجين ولا بعجينه مورقه ولا عجينه الفيلو باش تجيهم بنينه. وهذه الزبده يا دوب مغرفه كبيره ملعقتين ماشي معمرين، ماشي بزاف برك يتبان في شويه برك شويه برك. يلا يقولوا لي عندك مكالمه كنت تشوفوا في طريقه تحضيرها مع كريمه ونستقبل المكالمه. الو 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 مساء النور. السلام عليكم. وعليكم السلام. صحة رمضانكم. الله يسلمك، صحة رمضانك انت ثاني. الحمد لله، انت واش راكي؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. شكون معانا؟ انا ام انس من ولايه تيارت. ام انس من ولايه تيارت؟ نعم. تما ام انس كاع غالبكم رمضان، شنو هي انا؟ بالك الشون يلحق كاع راكم تحضروا بشوي. خلاص ديجا اليوم 5 ايام ولا 6 ايام؟ اليوم 6 ايام راكي تعرف الايام ما بقالوش بزاف رمضان، بقالو 23 يوم ولا 24 يوم. هذا ما كان كوراج. واه صحه والله يعطيكم الصحة على الوصفات اللي راكم ديروهم، يعني راكم تتعبوا وكامل الوصفات ما شاء الله. صح كل الوصفات رائعة، ربي يحفظ كامل اللي شاف يعطيهم الصحة. الوصفات تاع اليوم كي تبعي فيهم فهمتي علينا؟ نعم تما خطرات يكون مانيش لاهية وندور تبيني شوية ونضل شوية ونضل
نبغي زعما نشوفها كان. علاه تبداي طياب من دروك؟ لا زعما كي يكون ندورك عارف القضيان تاع الدار القضيان صح والله العظيم ملي نوض وانا شروق ملي نوض وشروق الدور في الدار. اي الحمد لله. ابار الو شاف واش راكي تشوفي؟ انا ومرتي. راكي تبعيه؟ ايه. عجبك البرنامج؟ يعني ولا اروع. اي الحمد لله الحمد لله صافي فليز الحمد لله. برنامج ثاني مسابقاتي بالطبخ ويعني فيه مسابقات وفيه هدايا وفيه كل برامج الشروق رائعه هذا العام. نعم. يلا ام انس ما نطولش عليك تشاركي في المسابقه قولي لي اكيد. نعم نعم. ايه وشنو هي الاجابه؟ فارينا. الفارينا هي اللي تقل المرقه ام انس. الاغلبيه الفارينا. صح الفارينه هي اكثر حاجه اللي تقل المرقه. راح لا كريم فخاش ثاني تقل ماشي كاع ماشي كلشي يديروا لا كريم فخاش الاغلبيه الفارينه. برافو يعطيك الصحه. صح ماشي كلش نديروا له لا كريم فخاش كيما المراقي المتوم وهاد الصوالح نتقلوهم في الاول بالفارينه. شطوره شطوره يعطيك الصحه ام انس انا كتبت اسمك ان شاء الله تكوني من الفائزين. معليش صح فطورك. صحة ربي يحفظكم صحة ايامكم صحة رمضانكم. يسلمك مع السلامه مع السلامه. كاين واحد القط راه متسلل راه عند الباب. الحمد لله صح على صح احنا في رمضان يتبدلوا تسمى ما من بني ادم يولوا قطوطه. شوفي على حسب الحاجه. خلاص عرفت شكون هي. صح شوفوا في رمضان احنا نسى يعني نقاوموا زعما ندخلوا الكوزينه ونشموا هذيك الريحه ونتعذبوا كامل لكن بصح توجور تلقاو هذيك زعما الخمسه الربعه ونص الخمسه يجي هذاك الراجل الجزائري على الطريقه هذيك تاع يديه هكا ويدخل. واش درتي لنا اليوم؟ هذه حديريها هكا هو ما فاهم فيها والو. ما على بالي بوالو. هذه حديريها هكا وهذوك اللي يتشهوا يجيبوا الدوار وبوزلو في الدقيقه الاخرى. كاين اللي يفهموا رضا ماشي كيما انت كيما انا عمر ما يفهم والو يقول لي عرفتك هذه راح تزيدي ديري لها البيض. عنده كلش بالبيض كلش يدير له البيض. ما كاينش منها. تحياتنا لي صح. لا ما يتقاتش في رمضان ولا نو. سيربريز كيما قالت فلا وزوريس سيربريز تاع الدوار والبوزلو في هذيك تاع الدقيقه الاخرى كاين بزاف يديروها رجع. لا لا انا ما يديرها. عن بالي انا كنت نعرف تقشي ولا الدار انا مباشر روحي جيب الطبع عندك. ميم كاين السردين كاين اللي يحب سردين في لا ديغنيغ مينوت سردين. امبوسيبل. كاين بزاف اللي يخدم لهم رمضان. هذوك اللي يروحوا يجيبوا زلابيه من بوفاريك والحشيش من القليعه واللبن جو سي با منين. صح من كل مكان. يلا هكا دوكا درتي شحال درتي انت من طبقه؟ درت تسع طبقات تحت. شفتوا دارت ما بين طبقه وطبقه درتي مارغارين مذوبه. درت مارغارين ماني درتها قسم غرفه كبيره واستعملتها في كل طبقه طبقه. هنا شوفوا كنت فتحناها ديجا ودرتها في الاخر شويه لكن ما تخافوش ميم كي تلقاو هاك زوائد ولا دخلوهم لانه كلش حيتورى. صافي ما نقطعوهمش ندخلوهم للداخل. لا 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 من الاحسن ندخلوهم للداخل دوك نسقموا السطح تاعها وندهنوا. عجبني وحدها تتنفخ من بعد. عجبني كريمه مطفاني كاش كاع في الكوزينه. انا كنلقى هذوك الخيوط خارجين من برا ونقص راس نقص نقص بالمقص. ما تنقصي وما يطلعوا بطايل وهكا عامله. انت تنقصي لها وهي هكا تطلع. لا لا احنا كنا يعني باش وجدنا امورنا درناها من قبل عريناها من قبل كما قالوا درناها في طرشونه وديجا ديفا تلقاوها هكا تلقاوها بدله مكسره شويه. ما يهمكمش ديروا طبقه فوق طبقه الدهنوا لانه هذا لانه كطيب راح ثاني تلصق تلصق مع واش دهناها يعني تحكم روحها بيا. نجيب حبه تاع البيض ندير لها شويه تاع الحليب صافي كمل فوق الطبقه الاخرانيه ما نديرولهاش دهاء. لا نديرولها البيض نديرولها البيض تخي بيان. بيض واش تزيدي له؟ حنزيد له شويه تاع الحليب وندهن ونحطها في الفرن مسخن من قبل على 180 درجه نخلوها تحمر. لكن قبل ما ندير البيض راح نقطعها باسكو من بعد راح تصعب كي نقطعوها تفتت لهم دوك نقطعوها دوكا احسن ندهنوها قبل. ايه نقطعوها ونحطوها في الفرن باسكو ومن بعد كي تطيب وتجبديها يصعب لهم شويه تقطعها. دوك نجبدو باش لانه لاباتا فيلو كيما نقول الشغل ضعيفه في ماشي كيما هي. شوفي بنينه بنينه وما نستعملوهاش يعني عاده بنينه وخفيفه خفيفه خاصه في شهر كريم نحبوا دائما حاجه خفيفه اللي يعني هذيك اللي تجوز هكا بلا ما نعير روحنا ونمضغوه. والله العظيم تمتم حاجه يقدروا يديروا بها حلو ومالح كاع باسكو هايله. صح
يلا راكم تشوفوا في الطريقه دارت حبه بيض كامله كي سافر كل بياض شويه حليب درتي له ملح ولا حاجه لا ما درت له والو راح نستعمل وندير له شويه تاع السمسم ونقطعها برك هنا كيما قلت لكم الورق الاخرانيين حنايا شويه يبسوا بصح ومن بعد ما يبانش في الطياب دوك تنفخ وتجي مليحه تغطى كلش راهي رائعه شكلها رائع ونعاود نوريها لكم هنايا هذه وهي طايبه شوفوا كيفاش الشكل تاعها رائع جدا ونقدروا يعني يلا فاروق عييتك اسمح لي لكن نحب نشهي المشاهدين شوفوا التوريق تاعها مشاهدينا راهو طالع هنايا لا تقدروا تشوفوه يعني راهي مورقه شوفوا كيفاش راهي مورقه هنايا الحشو راهو بيان هكا ترفدوا تقطعوها ترفدوا لي باغ تاعكم كل واحد وهذه يعني انا متاكده انها تكمل في دقيقه لانها خفيفه بزاف ما تقعدش بابا للسحور صح ما تقعدش خفيفه صح خفيفه فكره ثانيه للسحوره نمزع على واحد تجبديها تمتم تجبدي لاباتا فيلو تمتم وديروها فكره للسحور فكره رائعه يا بدي انا اللي حابه نحضنها انا حابه نقلع انا حابه نفطر دوك او صاري فيها انا شوفوا حاجه ما تشهينيش المراقي ولا نحب لي صالي نموت يلا عندنا اتصال من ولايه شلف نروحوا لولايه شلف نستقبلوا ام تسنيم الو 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 مساء الخير مساء النور مرحبا صافا لاباس الحمد لله صح رمضانك الله يسلمك كنت زاده كل عام وانت بخير مرحبا راكم كامل صحه رمضان الحمد لله الله يسلمك الله يسلمك واش راهي الشاف ام فات علي لاباس الحمد لله تفضلي لاباس حبيبتي واش راكي صحه رمضانك يسلمك اختي انت زاده الله يسلمك اهلا بك معنا حبيبتي الله يسلمك راكم كاع ملاح الحمد لله الحمد لله كيفاش مع رمضان كاش طيابات لاباس الحمد لله يا ربي الحمد لله الحمد لله مشكورين على الوصفات لا شكرا على وجبه اكيد قلنا لكم انه الشهر الكريم مجدي لكم لي شاف وصفات رائعه اي ما شاء الله الله يبارك الحمد لله وحتى الوصفات يعني راهم مكتوبين لما درتوهمش اليوم كما نقولوا تقعد لكم فكره الايام الجايين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ملاح الحمد لله ما تطلبي والو ام تسنيم الحمد لله راكم كافيين وموفين الحمد لله الحمد لله قولي لي تشاركي في المسابقه اي اختي قولي لي اكيد يلا وشنو هي الاجابه الفارينه اكيد الفارينه الفارينه هي اللي تقل ام تسنيم من شلف واش كي دايره اليوم ام تسنيم اليوم عندنا حريره والطبق الزوج مازال ما عرفناش مازال ما خممتيش مازال ما خممتش هاي لا عندك الدجاج ديري هادو الرولي تاع البولي اي شباب ما شاء الله الله يبارك يجي بنين اي الله يبارك وصحتك كثر خيركم وصحه رمضانكم شكرا لك حبيبتي صحه رمضانك انت ثاني تمنى كامل على ناس شلف الله يسلمك صحتي الله يحفظكم مع السلامة شكرا مع السلامة شكرا صح تحية لكل الأوفياء كل ولاية الوطن من الشرق الغرب الوسط الجنوب كل واحد باسمه كل واحد بعائلته وحتى الجالية الجزائرية ديالنا المقيمة بالخارج يعني فحلات بلادي الله يبارك عليهم كانت بعثت لي البارح أم سيدرة الخبز الله الله مطلوع تقولي سميه ها هو كراو قداميك راني علمتك المطلوع وديتك في فرنسا درتي المطلوع انا هنا ما درتوش مطلوع طابلاتهم الله الله جزائريه فحلات وين ما كان والله يبارك عليهم والله ما شاء الله نفتخروا بهم تحيه لهم صحه رمضانهم انا ثاني بعثوا لي من يعني من الغربه وانا متواجدين في فرنسا كندا دبي وطيبهم ما شاء الله والمايده محطوطه بالطباع ويعني على الطريقه ما يعجزوش احسن منا كاع صح يعطوا باش يتفكروا ريحه البلاد وكاع يعطوا مساك ربي يكون معاهم كل مسا صح عندها قيمتها ربي يكون معاهم ان شاء الله يلا دوكا واش نديروا؟ دوكا واش راح ندير كميه من الزيت قسم مغرفه صغيره برك راح نديروا الغولي تاعنا هذا راح نقليه اكيد قلت لكم ديراكتومون اللي كنا خبيناهم اكو شافين يعني درناهم في قدره ما فورناهمش هاد الخضرة يعني كي استعملناهم درناهم في الورق البلاستيكي الومنيوم درناهم في قدرة وحطنا واحد الفنجال تاع الماء على نار متوسطة هو ينقص وحنا نزيدو حتى طيب لهاد الصغار كنا درنا نص ساعة والكبار كنا درنا 45 دقيقة طيب في الكونجيلاتور ايه درناهم كمية من الماء بين تحضيرات يعني اللي درناهم هاني كيما اليوم هاني جبتهم قلنا ديروا تكميله كاين اللي درتهم قلت لكم نعطيكم طريقتين هذوما جوزتهم في لافارين ومن بعد درناهم في البيض درنا له قرصه ملح ومن بعد درناهم في لاشابلوغ راح نقليهم
هكا يجوا مقرمشين نقدموهم مع الصلصه تاعنا، ولا نديروهم بطريقه انه راح نقلوهم في الزبده والثوم. راح نعطروا الزبده تاعنا بالثوم والزعتر او الزعتره او تاع الزعتره، وهو يدير مثل ما ترموه باش يجي يعني مويه ويجي بنين. دونك واش راح ندير؟ راح ندير المقله الاولى. يلا الوصفه راهي كانت على الشاشه، ان شاء الله تكونوا صورتوها، اكيد راح يعاودوها لكم في كل مره. 2391 واحد راهم معنا في البث المباشر، الله يبارك كريمه، الله يبارك كلهم. صح فوالا، راح ندير مغرفه تاع الزبده. تحبوا تجوزوهم في شويه فارينه وتقلوهم باش تعطوهم لون، تحبوا ديروهم كيما راهم. الزبده تاعنا برك، واش نديروا؟ راح ننكهوها بشويه سناتهم، حنقسمها على اثنين، وندير شويه زعتر او زعتره، ونقعدوا نرموا في فوق يعني ما نقلوهمش برك، نقلوهم وحنا نرموا في هذيك الزبده باش يجوا اللي منك على هذيك ما قطعتيش الثوم، خليتي هكاك حبات تحقين فقط البنات هكا. دوكا نحطهم، تحبوا تجوزوهم في شويه فارينه، تحبوا نحطوهم هكا. هذا بالنسبه للاولين، والثاني كنا درنا لهم قلت لكم لا شابلوغ، وفي زوج يجوا مليح مع هذا البلا اللي درناه. ديري حسابك بقات لنا ربع ساعه. اي اكيد دوك نقلي مالا هذو مع اون ميم تو، ونروحوا للعصير تاعنا، عصير منعش وبزاف هايل. ربي نساعدك، راح ندير كلش في نعطيهم باك مقاديرو اون ميم تو نقلي. هنا رانا نقلو اون ميم تو، نزيدو في شويه زعتر اوريغانو ولا شويه زعتره. نكهه لكم الدجاج تاعكم. دوك نقعد نقلي ونرمي، ومن بعد تحصلوا الاحمرار هذاك، على الاحمرار اللي كنتو حابينو. التنكيه راح يكون تكون بهذه المكونات الزوج، نقصوا شويه ما بيدي تقلاو، ونسخن الزيت. نقول لكم على المقادير بك تاع العصير تاع اليوم، كنت ديت علبه تاع فراوله تاع فراز، فيها واحد 12 20 حبه بالحبات علبه تاع علبه كميه. نستعملوا علبه تاع ياغورت تاع بذوق الفراز، وعندنا هنا 8 مغارف تاع سكر معمرين. شحال؟ ثلاثة؟ 8 8 مغارف، غير ثلاثة علمة، غير ثلاثة ما بارد. دوك نجبدو علبة ياغورت تاع بذوق الفراز، علبة تاع فراز، عندنا عصير تاع زوج حبات ليمون، عندنا ورقات تاع نعناع، وهذوك زوج حبات تاع ليمون قبل ما نعصروهم كنا غسلناهم ودينا لوزاز تاعهم. راح نديرو كلش ونميكسو كلش مع بعض. تحبوا يتشرب هكاك، تحبوا تميكسيوه. انا عادة كيكون عندي هني دي فوا نوجدو الفراز، شتي نديرو السكر لي طاخت ولا نوجدو كومبو تاع الفراز، ولا تقدروا هنايا تزيدوا له مغرفه ثاني، كيجي بزاف هايل، خاصة اللي يديروا التشيز كيك وكاع نوجدوا فراز كمية من السكر وخلوا في لي بواط. صح، ثاني كيجي مليح. دوك نديروه مع بعض. هذا بالنسبة للعصير، أما هذوك لي ولي تاع البولي كنا قلنا أنه حضرتهم قبل، لكن راهي زدت حطيت لهم هنا في الوصفة. حشيتيهم بالفرماج؟ كنا درنا حشيناهم بالقودة، بالقوده ولا بشيدر. كنا واش درنا؟ درنا بلون دو بولي، درنا له عصره تاع الليمون، درنا له جمغار تاع بصل، درنا له شويه تاع موطاط حبه بيض، درنا لاشاب قيس زوج مغار، ملح فلفل كحل، توابل الدجاج، وزدنا زوج جمغار جبن او زوج حبات جبن فاتكم طراوه، ومغرفه صغيره تاع الزبده. نورمالمون هذا واش كنا دايرين. قالت لك فكره جيده تاع الزعتر في الزبده، ما انا عجبتني، وتاع السنينه تاع الثوم وشغل دفقوا عليهم راح تكون هايل. عجبتني الفكره، سورتو انا درت زعتر لهنا، لكن انتم ما تحبوش هاد الشوائب ديروا عود تاع الزعتره ديراكتومون. كي يتقلى بداو شربوها شاك فوا. والاكليل؟ الاكليل ثاني مليح؟ الاكليل ثاني هو الاكليل يمشي مع اللحم عاده، صح يقدر يجي الاكليل يجي مع اللحم، مع اللحم والزعتر والزعتره يجي مع الدجاج، لكن ثاني كيجي راح نديرو الاخرين يتقلاو، نقص برك ونروحو نديرو الجي تاعنا. يلا فقط الناس اللي راهم يشاركوا، نعاود نذكركم فقط بالصفحه الرسميه اللي تحطوا عليها التعليقات. فاروق نزيد نعيك معايا، هذه هي الصفحة الرسمية الوحيدة لقناة الشروق، لأنني نشوفكم تحطوا تعليقاتكم وإجاباتكم في صفحات واحدة أخرى. هذه هي الصفحة، تلقاو فيها هذه العلامة الزرقاء، هذه هي الصفحة الوحيدة. كي تطلعوا هكا رايحين تلقاو البث المباشر. ابوني وبيان سور باش يولي يطلع لكم لو ديريكت، غير يبدا يطلع لكم ديريكت. ابوني وهاد لاباج، وهنا تخلوا تعليقات. هنا كي راكم تكتبوا في الاجابه زيدوا كتبوا او ميم طون قدامها واش راكم حابين وصفات، هكذا باش نعرفوا يعني واش راهو في بالكم ولا واش راكم حابين منا، لانكم كامل راكم تجاوبوا، لكن حبيت ثاني
الاجابه مع الاقتراحات شكون حابين. روحوا لشرشال، فريده من شرشال، مرحبا بك فايزه. فايزه من شرشال. الو الو الو، مساء الخير. مساء النور. واش راكي تمويه؟ واش راكي فايزه؟ كي مليحه؟ صافا الحمد لله. صحه رمضانك. الله يسلمك. الحمد لكم. الله يسلمك. الله يسلمك. شكرا لك فايزه. يسلمك تعيشي. قولي لي كاش طيابات كاش تحضيرات كاش؟ صافا صافا وي. اكيد دخلي الكوزينه بكري؟ وي ندخل وي. اكالوغ زعما هكذاك باش يكفيك؟ شوفي كاين من داك وين يوجد زعما كيما شربه ولا نوجدها صباح ولا شي، ندير غير حاجات خفاف. صافي كي نهار اللي ما تكونش عندك شغل ديري هذيك تاع نهار بنهار شربه ولا كل يوم لازم جديده؟ لا لا ندير نهار بنهار كيما كتقولي. نهار بنهار كيما كل العائلات. فوالا هذه هي. ومنين داك تسخنيها للزوج يقول لك تاع اليوم بنينه على تاع البارح وهي غير نفسها. هذه هي صح كاع يقولوها. صح والله هي كي تبقى تصبح تجي بنينه اكثر. قولي لي حبيبتي كش ما تحبي وصفات؟ شوفي انا حبيت مقرونة العسل تاع المقله، مقرونة المقله ينحلي ما على باليش اذا عندكم يعني هكا المقروط تاع المقله. وي انا كي نديرو ينحلي في المقله ما فهمتش علاش. وديري له الفرينه هذيك شويه تاع الفرينه في ندير وي ندير هكا زعما ندير الكيله الاخرانيه ندير نص فرينه مع نكملها مع تاع السمين. لا شوفي انا نعرف غير الفرينه، انا حد معلوماتي الفرينه نزيدها مع السمين. الفرينه هي اللي تشد يقولوا صحيح. كريمه تجاوبك. وي المقروط عنده اسيوس ما تشمخيش كاع كاملا، كي تجي حتستعملي البوده اللي حتستعملي تدي رشيه بماء الزهر صافي ما تشمخيش وتقعدي تستنى لا كونتيتي اللي حتقليه هو باك اللي تشمخيه بيان. هذه وحده. ولا فريمون بما انت باللي تفتح زيدي له شويه بياض بير شويه ماشي بزاف. وي وي ان شاء الله. شوفي مازال يعني الاسبوع الاخير قولي تاع الشهر الكريم ان شاء الله نكونوا حيين كما نقولوا. رايحين نديروا لكم الحلويات ان شاء الله يا رب هكذا ونزيدوا نجاوبوك اكثر على سؤال ويعطوك دي زاستيس كامل لي شيف ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك فايزه. حنكتب اسمك لانك اكيد حتشاركي في المسابقه. فايزه من شرشال. وشنو هي الاجابه فايزه خادي على بالك بها؟ الفارينه طبعا. الفارينه فايزه من شرشال. يلا ان شاء الله تكوني فائزه معنا لنهار اليوم. شكرا لك. يلا 3241 راهم في البث المباشر. يلا كل العصير تاعنا دوكا شوفوا كيفاش قليناهم. صافي كاين برك هذوما كيما يقولوا هاك يعطيكم قرمشه. شوفوا الفخماج اللي كنا درناه لداخل. هنا هذو برك جاهم قرمشين وهذوما كنا قليناهم بالزبده ومن بعد نقطعوهم نقدموهم مع الصوص تاعنا. دوك نروحوا نشوف الشاشه مع باش اسكو الروتور تاعنا ولا راهم يبانو حموره بزياده هما راهم دوغي. هذا ما نديرش عليه فاروق. يلا تخبي الاحمرار تاعهم راهو رائع لانه قدامي باش يبانو هك شابين في التقديم ما درناهم. دوكا نروحوا العصير تاعنا حطوا كلش مباشره. هنا كنت ديت علبه غسلتها درت هنايا لو زيست تاع مبشور 2 ليمون. راح نديروا مخيطو تاع الفراوله دونك لازم له قارص. راح ندير هنايا عصير تاع زوج قارص كذلك. عندي ورقات من النعناع حط كلش مع بعضه. راح ندير علبه كذلك تاع ياغورت بذوق الفراوله وهذوك 8 مغارف تاع السكر. راح ندير ريتله تاع الماء من يوم يبقى اختياري اكيد يبقى السكر. اكيد هذه تجي صافا ماشي حلاوه بزاف. راح ندير انايا دوكا الريتله تاع الماء تاعنا الميكسي كلش. تحبوا تصفوه على جال هذوك الشوائب تاع لوزاز دو سيترون يمدلنا كو، لكن كاين اللي ما يحبش يذوقهم يصفوه ويقدموه. تحبوا يقدموه مباشره. دونك نجيب الماء تاعنا ونكمل. خابيان يلا زوري قلتي لي كاين اتصال مازال شويه. يلا اوكي نكملوا العصير تاعنا. هاي الوصفه تاع عصير الفراوله راهي على الشاشه. الماء كان بارد درت شويه برد. ليترة تاع الماء يا اخي. هنا قلت لكم الى عندكم المعجون تاع الفراز او كنتو حضرتوا الكومبوت تاع الفراز ولا تقدروا ديروا زوج مغارف يعطيكم ثاني كوهايل. هذوك افكار في الدار. اظن الغطاء ماهوش لازم عنده حاجه معينه. هذا وي لازم الغطاء يكون صح. دونك هكا خبزه شنايدر هذا ولا طومسون؟ بزاف شباب ايه هايلين. انا عندي لا مارك طومسون. نجوصو هنا وخلاص كلش
انا شريت فريجيدار والكوشه والاخر عالم رائعه. فوالا هي صح هايل. فوالا هنا تحبوا تخلوا تميكسيوه بلا ما تعيط طلعي والفنا تدور هو فوالا راني شفت دونك راح نحطوه. تحبوا تصفوه تحبوا تخلوه يزيد يبرد شويه ونقدموه دونك لكن رائع. نجيب لك الطاس. ايه يلا اعطوني المكالمه وانا نجيب هذا الطاس ندير فيه العصير ونشوفه كذلك الذوق. الو 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 مساء النور. الو مساء الخير. واش راكي حسينه؟ لا بس انتم ما شافكم. الحمد لله صح رمضانك. قالوا لي حسينه برج الكيفان. انتم زادك شنو كيفاش مع رمضان؟ طلع لاباس انتم معكم لاباس. الحمد لله الحمد لله يا رب. كاش ما تحبي وصفات حسينه؟ لا لا ولا عارف موش موفين ومكفين. الحمد لله. تشاركي في المسابقة؟ ايه ايه. وشنو هي الإجابة حسينة؟ شارينة الفارينة. حبيت لقات كريمة الشيء فارينة. حسينة من برج الكيفان؟ نعم من برج الكيفان يا أخي. نعم إن شاء الله تكوني من الفائزين اليوم. إن شاء الله بنتي. شكرا شكرا لك. صح فطورك. يسلمك انتم زاده. شكرا شكرا. يلا هنكتب اليوم راح يكونوا يعني ربع فائزين، زوج نديهم منا من الاتصالات، واحد يربح هديه من عند تومسون واللي قدمها تومسون وشنايدر اكيد هي شركه واحده، وكذلك الواحه للتسوق لقاسمه الشهيره. ومن بعد من لاباج تاع الشروق ندي ثاني زوج، ندي زوج؟ لا ندي وحده. عندي وحده اللي هي تاع الخاتم اليوم. انا بالي ماناش صايمين، قلت لكم هذا بارد وجدناه قبل ونسيت بلي انا صايمين. كيف كيف شوفوا هذاك اللون كي دزت له برك شويه تاع تاع كومبوت تاع الفريز، يعني كاع كيف كيف هاهم. وانا عندي شتي له مخيطو نعناع قارص ولا واش عم بلي انا حنقول لكم البارد بارد زعما حنشرب ونسيت بلي انا عمري اللي قرعه باسكو انا رايح نفاصل. هذيك هي قسم نروح للدار. هذيك هي فوالا بابا هذه الوصفه تاعنا تاع اليوم. دوك المرق تاعنا اللي كان طاب ديجا راهي خاطره باسكو درت لها مغرفه تاع الفرينه قليناها مع الزبده وكاع نصفيها. كاين معلومه صغيره زروديه انا ديفا نديرها هكاك باش من بعد نقطعها بشكل شباب، ولا ديفا تحبوا تصفوا المرقه تاعكم باش تعطيكم مرقه شبيبه الشابه يعني وديروها في لي سوسيال. دونك واش ندير الحبه كامله ومن بعد نقطعها باش نقدمها مع الغولي تاعنا. تحبوا تزيدوا ديروا الحميصه او الزيتون لكم الاختيار. انا كل قط لي مغلبني وقيلة ها هاكي دابا كي تقولي انا اللي فتيت عليك ما جبتش كاع اسمي. جات في هاكي ما جبتش اسمي كاع. هذه كانت وصفتنا اليوم وصفات اكيد هذو هما الوصفات. وصفات رائعه خفيفه وبنان ويشهوا والريحه ما نحكي لكمش. يلا نديروا دائما انا والمخرج لعبه الوصفه والطبق. نبدا بهذا نجيكم منا عند فاروق دوك نزينوه فقط بالمرقه تاعو. اكيد راح نزينوه. هذا الطبق الاول البولي تاع الدجاج. يلا تخي بيان هكذا الوصفه راهي عندكم. او الريحه ما قدرتش هكي. ها كريمه واش نقول لك واش انا كي جبتي لي انا دايما صايمه. يا كريمه شكرا ليك وليا الخير. ما قدرش شكرا عليك ربي. مخي طول فراوله، الفراوله هي دايره حالي في الاسواق وراهي حلوه ورخيصه وتقدروا تحضروه. والرائحه الرائحه ما نحكي لكمش كيفاش راهي الرائحه تاعو والله العظيم. هذا رائع، هذا اليوم انا نجربه في الدار.
ايه منعش صح قطعها باش نبدلوا على الجزر شويه درنا. ودرنا اللي ديجا راهي طابت مملحات تاعنا. ايه مملحات الصبر نجي منا فاروق نجيك منا اعطيني المملحات هادو مع الوصفه ديالهم على الشاشه ديريكتوم. خلوها باك تحمر لكن شوفي كيف تطلع. شتي القرمشه تاعها كيفاش تبان والريحه الريحه الريحه اه باردون نتبعد لكم الرائحة الرائحة راهي جميلة جدا. هذه هذا وين طابت قدامكم؟ أنا لا جبدي شوية تخي بيان فوالا هذه اللي طابت دوكا قلت لكم الشكل تاعها ما يهمكمش. شوفوا كيفاش تجي نعطيها راهي رائعة أكثر. قولي لي دوكا شكون اللي يتشاها أكثر في الدار؟ شكون؟ الشيف نادية. آه تحب هذيك تحيات نادية. تحب نادية هي تحب ماكلة ماكلة ناس واحد آخرين. قلت لها هاي مرحبا أروحي نتلاقاو أكيد تحيتنا ليها والوالدة تاعها بيان سور وكامل المشاهدين. يلا مشاهدينا هادو هما الأطباق اللي حضرنا منها اليوم إن شاء الله يكونوا نالوا إعجابكم. كيما نقولوا دائما ونعاودوا نذكروا ربي يكون في عون كل واحد ربي يقدر كل واحد إن شاء الله. أكيد إحنا برنامج طبخ ولازم هذه هي نعطوكم الوصفات ولازم نقول لكم كذلك مشاهدينا دائما أنه قلوبنا ودعائنا في صلاتنا وفي أيامنا دائما مع إخواننا بفلسطين ثم كذلك ما تنساوهمش بالدعاء. فيا رب إن شاء الله يعم السلم والسلام يا رب ينصر إخواننا بفلسطين يا رب. خاصة يعني كنا نأمل أنه في هذا الشهر الكريم يكون يعني عم السلم وحبس يعني كل شيء وهكا أم يصوموا. لكن صور والله تؤلم القلب يعني أنا نضحك ونلعبوا لأنه هذه هي الحياة. كما إحنا ننتورنيو هنا كاين بزاف ربما يعلقوا يقول لك آه رمضان وكذا ومن كيما تستمر عندنا الحياه هنا حنا خدامين ونقدموا لكم كيما يستمر في دياركم انتم ثاني طيبوا وتعيشوا حياتكم اكيد عاديه. لكن دائما يبقى لي في القلب في القلب وماشي بسهل ان نشوفوا هذوك الصور ونشوفوا بلا. كذلك فلسطين كاين ناس هنا في الجزائر كاين خاوتكم كاين جيرانكم كاين ارامل كاين مطلقات كاين يتامى كاين خوك اللي من دمك ولحمك بالك انت تاكل هو راك ما ياكلش طلع عليه لانه الفقير الانسان اللي ما عندوش عمره ولا يمد يده. لازم تدقدق وتشوف شكون اللي عنده وشكون اللي ما عندوش وكيما نقولوا ديروا زد ما وقت الفطور. كاين ناس والله غير قهوه ولا تحل صيامها بالخبز والماء. يعني لما نقولوا الخبز والماء نقولوا اه بصح شفنا عائلات اللي صح حقيقه يعني بالخبز والماء. فهو شهر للمغفره شهر للرحمه شهر ماشي لازم نعمروا الطابله 200 الف حاجه فيها. لازم نتقاسموا مع بعضنا قبل ما نغسلوا الحيطان ونغسلوا ونوجدوا. لازم دائما احنا نوجدوا رواحنا لهذا الشهر الكريم وان شاء الله هذا الخصال يبقاو طيله العام. هي بعض النصائح اللي دائما نحب نقدمها الله غالب. هذه هي واحد يفكر واحد هذه هي الدنيا. روحوا مشاهدين على فاصل اشهاري صغير وبعدها نتلاقاو فيكم على تقديم الوصفات اليوم رائعه وخلاص انا ترمو الاخر حنكملها لكم بكوشه. المهم وانتم ما يلحقكم ميساج لانه خلاص رقي نشوف. معليش اكيد كريمه دوك تلتحق بيا بالديكور الرائع راهي تتعذب فيكم اكثر واكثر مشاهدينا الكرام. نعاود نذكركم انا فقط راني دايره البث المباشر باش ندير من بعد السحب. ما كملناش الديكور. ديري لي كيما كنتي تعذبي فيا من قبل. ديكور راهي الريحه راهي توكل قبل. يعطيك الصحه كريمه فعلا وصفات رائعه خفيفه وريحتها بنينه بزاف يعني تقدروا تجربوهم في البيت. مشكوره كريمه يعطيك الصحه. العفو حبيبتي شكرا لك. يلا نبدا بك كاين اسماوات اعطيني الاسم. الاسم الاول راح يفوز بهديه مقدمه من عند تومسون هذاك لو ميكس خلطي بيان الميكسور ملتي فونكسيون. شكون؟ ام انس من تيارت. ام انس من تيارت اللي كانت مشنفه. اه اللي كانت على الاسم بلا غير هي. ام انا شتيها كي كنت انت مشنفه معلينا وحنا كي ربحتي كادو. مبروك عليها. الف الف مبروك ليك. الهديه مقدمه من عند تومسون وشنايدر هي ميكسور ملتي فونكسيون اللي راهو فيها يعني عده خدمات. اعطيني اسم ثاني. خلطي خلطي هاكي خلطي مليح واعطيني اسم ثاني للفائزه بقسيمه الشراء اللي تقدمها لواحه. اعطيني الاسم. فايزه من شرشال. فايزه من شرشال. شتي كتبتي ها خبي الخط. فايزه من شرشال. فايزه الف الف مبروك لك قسيمه الشراء اللي قيمتها 10000 دينار جزائري قدمها لك الواحه. ودوكا السحب تاع الهديه اللي هي الخاتم. تفضلي طلعي وهبطي واعطيني اسم نجيب فقط الخاتم. ديش اسمي معليش نوض نجيب الخاتم برك. شوفي لي اسم تما طلعي مليح واعطيني حطي لي صبعك على اسم.
يلا راح يكون من نصيبه هاد. يلا كعلم المباشر كريمه. هاني نقرا في اسمها جنه بيبه. هذيك حطيتي اصبعك على هذيك، اعطيني ندير كابتشر فقط. مكتوب جنه بيبه وراهي. اه جنه بيبه، جنه بيبه قالت الفارينه ولا الكريمه، هي معاوده الاجابه اكثر من خطره. يلا ما نقدرش ندخلها هكا على ما اظن، معليش انا درت كابتشر. راح تفوزي بهذا الخاتم المهدى من عند فريال شوب، تقدمه لك اكيد. ابوني وعندها وابوني وكذلك في لاباج تاع الشروق. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، ان شاء الله كنا خفاف عليكم. كريم يعطيك الصحه، عفوا حبيبتي، نتلاقى بك نهار الجمعه.